مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف العاشر في مدرسة الأندلس الثانوية الخاصة للبنين، يهديكم قسم اللغة العربية أطيب الأمنيات والتبريكات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. نلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع الحصة الثالثة والأخيرة لدرسنا الذي تناولناه منذ يومين، وهو مدرسة الحياة للبردوني. أهداف اليوم: في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على تحديد أنواع الأساليب في النص بطريقة صحيحة، استنتاج العناصر المكونة للإيقاع الموسيقي في النص بدقة. مع الهدف الأول: الأساليب اللغوية. تنقسم الأساليب اللغوية أبنائي الطلاب إلى إنشائية وخبرية. مع الأسلوب الإنشائي: كما يظهر أمامك في الصورة بني الحبيب، ينقسم الأسلوب الإنشائي إلى مدح نعمة، الذم بئس، الاستفهام أي ولا تستفهام، التعجب بصيغتين ما أفعل وأفعل بي، التمني ليت، النداء بأي أداة نداء، الهمزة أو الياء أو غيرها، القسم والله تالله بالله، النهي لا تفعل لا النهي، الأمر قم اجلس ذاكر. عليك أن تعي هذه الأنواع، إن هذه الأنواع تندرج تحت الأسلوب الإنشائي. الغرض من توظيف الأساليب الإنشائية في النص أبنائي الطلاب هو الآتي: لجذب انتباه المتلقي أو حثه على كذا، وتشرح الجملة التي يرد فيها الأسلوب. الأسلوب الخبري: الأسلوب الخبري أبناء الطلاب هو كل أسلوب غير الأساليب الإنشائية التي ذكرناها لك، ومن عنوانه فعنوانه دال على مفهومه. الخبري هو الذي يعطيك خبرا، يعطيك معلومة، أي جملة اسمية أو فعلية، أي جملة اسمية أو فعلية، واستبعد منها الأساليب الإنشائية لأن الأمر أحيانا يكون فعل، فاستبعده من أسلوب الخبر. أعتقد أن الأمور واضحة في أبناء الطلاب. الغرض من توظيف الأساليب الخبرية إما لتوضيح أو لتقرير أو تأكيد إذا اشتمل على أداة توكيد. ننتقل إلى التطبيق في هذا السؤال أبنائي الطلاب. السؤال: نوع الشعر في استعمال الأساليب المختلفة، بين أثر ذلك في النص مع التدليل.
هو يريد منك التدليل على أنواع الأساليب وليس استخدام أسلوب معين، مع بيان أثر تنويع الشاعر في الأساليب. اقرأ السؤال بدقة. بدأنا بالأثر، طبعا هي إثارة الذهن والتنبيه. التدليل، هيا بنا التدليل أبنائي. الأسلوب الإنشائي، استفهام في ماذا يريد، الأمر في قم اسمع. الأسلوب الخبري، قلنا أي جملة اسمية أو فعلية واستبعد منها فعل الأمر لأنه أسلوب إنشائي بكل بساطة. الأثر أبنائي يهمني هو أثر تنويع الشاعر في الأسلوب، وهو وسيلة من وسائل جذب المتلقي. ضع ذلك في ذهنك، التنويع في الأساليب داخل أي نص شعري أو غير شعري أبناء الطلاب يكون هدف منه جذب انتباه المتلقي وإثارة الذهن. يكن في علمك هذا. هدفنا الثاني أبناء الطلاب أن يعادل الطالب العناصر المكونة للإيقاع الموسيقي في النص، أو أن يستنتج الطالب العناصر المكونة للإيقاع الموسيقي في النص. عناصر الإيقاع الموسيقي أبناء الطلاب تنقسم إلى قسمين، خارجية وداخلية كما هو معروض أمامك. أما عنصر الموسيقى الخارجي ينقسم إلى قسمين، الوزن والقافية. الوزن هي عبارة عن بحور شعرية يكتب عليها الشعر العمودي وهي ثابتة. حينما تسأل عن عنصر موسيقى خارجي في النص ولم يحدد لك، فقل له الوزن، وحدة الوزن، وحدة الوزن. أما العنصر الأخر هو القافية، يكون المقطع الصوتي الأخير في كل أبيات القصيدة. لو تذكرت معي يرويه يلقيه، أنت هكذا في القصيدة، قصيدة عبد الله البلدوني، هذه هي القافية، تكون في نهاية البيت وتكون موحدة بين كل أبيات القصيدة. أما عنصر الموسيقى الداخلي فسنعرض عليك التصريع والجناس فقط. هو أقسام كثيرة ولكن اليوم نكتفي بعنصرين، التصريع والجناس. التصريع أبناء الطلاب يكون في البيت الأول فقط من القصيدة، فيكون بين شطري البيت، اتفاق شطري البيت الأول من القصيدة في المقطع الصوتي، نهاية المقطع الصوتي لهما. مثال: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، ضياء وثناء. انظر هنا، انظر هنا، تجد الاتفاق بينهم. الجناس تام وناقص، وهذا سوف يأتي يوم كامل، حصة كاملة للحديث عنه إن شاء الله تعالى. أثر الموسيقى من اسمها هي إشاعة الموسيقى، تطرب أذان السامع وتثير انتباهه وذهنه إلى، وتشرح الجملة التي يرد فيها العنصر الموسيقي. هيا بنا أبناء الطلاب نطبق ما درسناه على هذه البيتين، نحدد من خلالهما العناصر المكونة للإيقاع الموسيقي. يقول الشاعر: ماذا يريد المرء ما يشفيه، يحسو روى الدنيا ولا يروي. انظر معي هنا في هذا الشط، في هذا البيت، ماذا يريد المرء ما يشفيه، انظر كلمة يشفيه، يحسو روى الدنيا ولا يروي، يروي يشفيه. نعم، تذكر طالب ذكي، هنا تصريع بين شطري البيت، نهاية المقطع الصوتي للشطر الأول تطابق نهاية المقطع الصوتي للشطر الثاني الذي هو غالبا يكون القافية. نعم، هل هناك مصدر آخر؟ نعم، عنصر خارجي ولو هو الوزن، قلنا وحدة الوزن، الوزن واحد في القصيدة العمودية. طب ما أبلغ الدنيا وأبلغ درسها وأجلها وأجل ما تلقيه، ما العنصر هنا شباب؟ ممكن أن يكون عندك حسن تقسيم. وأيضا القافية أبناء الطلاب، القافية، القافية بين أبيات القصيدة كلها، يروي يلقي، انظر إلى آخر ثلاثة حروف، آخر ثلاثة حروف بالإضافة إلى
الحرف الأخير نسميه حرف الروي، وسيأتي الحديث عن عناصر الموسيقى في درس خاص بإذن الله في دروس القراءة بإذن الله. هيا بنا نستعرض إجاباتنا التي كتبناها. عناصر الموسيقى كثيرة لا يسعنا أن نستوعبها اليوم كاملة. إلى هنا أيها الأبناء نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا اليوم، ولا تنسوا إجابة الواجب بإذن الله تعالى. شكرا لمتابعتكم، وإلى أن نلتقي معكم في درس جديد إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وأمنه.